الفيديو 20 وعنوانه تصفيف العناصر وتوزيعها بشكل متناسق تصفيف العناصر وتوزيعها بشكل متناسق نقوم هنا بـ بـ نغلق انفو هنا ونختار لون من هذه الالوان نختار هذا اللون مثلا نقوم بانشاء مربعا او مستطيل نحوله الى آه الى ك الى سامبل بالاف 8 حولناه الى سامبل هذا هذا العنصر اريد ان انشئ عناصر اخرى تشبهه لدي خياران رايناهما قبل في الفيديوهات السابقه اما كوبي كولي او كنترول دي, دي في. في هذه الحاله انه يبقى نفس العنصر عندما نذهب الى الببليوتيك عندما اختار كنترول سي كنترول دي يبقى نفس العنصر نفسه ايضا كنترول دي في انشاء عنصر جديد راينا كيف نذهب الى ديبليكي سامبل. في. في هذه الحاله يصبح لدينا سامبول جديد في مجال نحن لا نحتاج هذا الان نحتاج فقط كنترول سي او كنترول كنترول سي كنترول في او كنترول دي لدي عناصر هنا في مجال العمل اريد متناثرة نفترض انها عناصر مختلفه حصلت عليها بهذا الشكل لدي خيارات كثيره في الانيميت هناك خط يساعد لاحظوا هناك خط يساعد عندما اقوم بالتحريك هناك خط يساعد يقول الي انت في المكان الصحيح بعد يعني انجاز عمليه التصفيف هذا من جهه من جهه اخرى هناك ما يسمى بالانفو اذهب الى هنا واذهب الى انفو انفو لاحظوا جيدا هناك الاكس والاكغيك لاحظوا عند التحريك تبقى ستة فاصلة خمسة ثابتة يمكن ان اعطي لهذا مثلا نفس القيمة اختار هنا ادخل الى الاكغيك كنترول سي اذهب الى الشكل وأعطيه نفس القيمة كونترول بي في فيصعد يصبح في نفس مكان العناصر الاخرى بنفس الطريقة بالنسبة لي للإكس هنا بنفس الطريقة كما تلاحظون ف. الذي يبقى ثابت هو هنا اثنان فاصلة إذا أخذت اثنين وأربعة فاصلة ثمانية وأعطيته على هذا الشكل بعد سيذهب إلى نفس المكان يصبح مصطف بشكل عمودي بنفس مع نفس العنصر هناك تقنية أخرى هي عملية التثبيت تثبيت التحريك نحو اليمين مثلا لدي عناصر هنا أريد تحريكها لتثبيت العملية ولكي لا الأمر أضغط على شيف أمنع من أن أحرك نحو الأعلى والأسفل أحرك فقط نحو اليمين أو اليسار بنفس الطريقة إذا كنت أحرك نحو الأسفل فيمنع في علي التحريك نحو اليمين أو اليسار مثلا هذا الشكل أربعة وثلاثون فاصلة أعطيها أربعة وثلاثون كما رأينا قبل في اليادة. أصبح الآن في هذا المثال ولكن أريد تحريكه نحو الأعلى ونحو الأسفل أضغط على شيفت فهذا يمنعني من أن أحرك أحرك فقط نحو الأعلى أو نحو الأسفل في حدود معينة لا 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 أبالغ في الأمر المهم يمنعني من التحريك بهذا الشكل وأيضا نحو بهذا الشكل ولو أن أحرك الفأر قليلا فإنه يبقى ثابت في مكاننا الآن سنرى تقنية أخرى لعملية التصفيف وهي أكثر تطورا وأريحية في العمل أختار هذه العناصر أضعها هنا وأختار مجتمعة بهذا الشكل وأذهب إلى أليني, أليني بهذا الشكل في بعض الأحيان لن أجد أليني هنا أخرجها من الثنين أليني أليني فيها كل الإمكانات بسرعة أختار العناصر تتم تتم عملية التصفيف بشكل سريع اختار العناصر بهذا الشكل مثلا عناصر متفرقة بهذا الشكل اختارها جميعها بهذا الشكل هذه احتاجها غالبا في الازرار فتصبح مصطفى المسافة بينها غير متساوية اذهب الى هذا مثلا أجرب هذه العناصر أجربها واحدة واحدة وستعرفون دور كل واحدة منها نجرب مثلا هذه نجرب هذه ماذا سيحدث هذه تتم عملية التصفيف أو التنظيم انطلاقا من هذه النقطة من هذه النقطة هنا لا هنا انطلاقا من هذا الخط سنرى كيف ذلك للتأكد من ذلك نقوم بحذف هذا العنصر ونقوم بتغيير طول وعرض هذه العناصر بهذا الشكل ثم بهذا الشكل الآن سنفهم ماذا يحدث بالضبط عند عملية التصفيف؟ اختار العناصر، إذا اخترت مثلا هذه تصفف على أساس هذا الخط، ولكن إذا اخترت هذه تصفف على أساس النقطة يعني من الوسط. هذه من الأسفل، الخط السفلي هنا الخط العلوي هنا من النقطة أو وسط الشكل. جربوا العناصر الأخرى ولاحظوا الفروقات، إذا رأينا بعض تقنيات التصفيف داخل مجال العمل توزيع العناصر لأين من أين كيف نتحكم رأينا الشيفت كيف نتحكم رأينا الأليني كيف نتحكم وهي الأفضل هذه على في مجال العمل في مجال العمل إذا اخترنا مثلا هذا العنصر إذا اخترناه في مجال العمل الأمور تتغير هنا يتجه نحو أقصى اليمين يعني يتأثر بمجال العمل هنا سيتجه إلى أقصى اليسار هنا سيذهب إلى الوسط يصبح عملية التحريك مرتبطة هنا بمجال العمل الأفضل إفراغه في بعض الأحيان قد نحتاجه لأنني يعني لدي عناصر ونتائج عناصر أريدها أن تذهب لأقصى اختار يعني فاختار مجال العمل وأنقرون فتتجه إلى أقصى أقصى مجال العمل ولكن دائما عودوا إلى القيمة الأساسية لكي لا تختلط عليكم الأمور كان هذا كل ما يتعلق بعملية التصفيف ولكن تجربوا تقنيات أخرى في عملية التنظيم داخل مجال العمل وإلى فيديو أخر إن شاء الله